نعم بالفعل، بعد الإعصار المدمر، إعصار المتوسط دانييل والفيضانات والأمطار الغزيرة التي جرفت يعني جل مناطق ومدن الجبل الأخضر وقراه خلال اليومين والثلاثة أيام الماضية، نتحدث الآن كوثر بأن الخدمات منذ يوم أمس الأول بدأت تدريجيا تعود لمدينة البيضاء والتي كنا فيها يوم الأمس، عودة المشفى، بداية تزويد المشفى ببعض الإمكانيات، وإن كانت إدارة المشفى تطالب بالمزيد والمزيد من الإمكانيات نظرا للحاجة الملحة، وكذلك لاستقبال هذه المدينة، مدينة شحات أو مدينة البيضاء كذلك، بالكثير من العائلات والأسر التي نزحت من مدينة درنة ومناطق سوسة والبياضة والوردية وكذلك منطقة المخيلي باتجاه هذه المناطق. أيضا نذكر بأن من ضمن الخدمات التي تم إرجاعها هي خدمة الكهرباء، الاتصالات، الإنترنت، كذلك أعيد فتح الكثير من المحال التجارية بإضافة كذلك للمخابز، الصيدليات كذلك. أيضا هناك الآن لجان تنسيقية توجد في مدينة شحات والبيضاء بالقرب من مدينة درنة، وذلك للعمل على استقبال الإغاثة التي تأتي سواء كان من مناطق غرب البلاد أو من المنطقة الوسطى أو من الجنوب، أو التي تأتي عن طريق الإغاثة الدولية، عن طريق الجسور الجوية التي شيدت مع العديد من الدول لتصل إلى هنا إلى مدينة شحات، لتتجه مباشرة إلى مدينة درنة وضواحي مدينة درنة. وللحديث أكثر الآن كوثر حول سير العمل والتنظيمي لأعمال الإغاثة، معي الآن السيد خليفة شوايل، وهو مسؤول أو أحد مسؤولي إحدى هذه القوافل. سيد خليفة يعطيك العافية وأجركم حاصل، احكي لي بداية كيف يتم استقبال الإغاثة وبعدها نقل الأسر المحتاجة. السلام عليكم ورحمة الله. بداية نترحم على أرواح من فقدناهم في مدينة درنة وباقي مدن الساحل رحمة الله عليهم جميعا. بالنسبة للقوافل اللي تصل إلى مدينة درنة، طبعا نحن جزء من هذه قوافل الإغاثة، نحن لجنة الطوارئ المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط، وشكلت هذه اللجنة بموجب قرار من السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور فرحات بن قدارة، ورئيس هذه اللجنة السيد رئيس الإدارة شركة خليج السيد المهندس محمد بن قاسم شاتوان، وأعضاء وعضوية رؤساء لجان إدارة الشركات النفطية. طبعا نحن فرق عمل منبثق عن هذه اللجنة، مقرنا الحالي في مدينة شحات ومدينة درنة. طبعا المؤسسة الوطنية للنفط كانت داعمة بشكل كبير لهذه الحملة، وصول العديد من شاحنات الإغاثة، المواد الغذائية، الأغطية، الأدوية بشكل كبير، مولدات الكهرباء. بالأمس كانت فيه سفينة محملة بجميع أنواع المواد الغذائية والمساعدات الأخرى والمواد الطبية، وصلت إلى ميناء درنة، وكانت أول سفينة تصل إلى ميناء درنة، وتم تفريخها بالكامل وتوزيعها لمستحقيها. في مدينة شحات أنا يوميا تنطلق القوافل الى مدينه درنة ومدن الساحل، مدينه سوسه، مدينه في البدايه الاحتياجات الاكثر الان سيدي الاحتياجات الاكثر لان المواد الطبيه، وتم تزويدها يعني المدينه درنة ومدينه سوسه ومدينه شحات بشكل كبير لتغطيه المستشفيات اللي هي تستقبل المصابين من هذه المدن. يعطيك العافيه. الله، شكرا. بارك الله. إذا كما تابعنا الآن كوثر، يعني الحديث الآن على أن القوافل الإغاثية يتم استقبالها من المناطق بالغرب في ليبيا وتصل إلى مدينة البيضاء وشحات، وتنقل بعد ذلك مباشرة إلى مدينة درنة، وذلك بناء على الاحتياجات التي ترد من لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة. أيضا نذكر بأن خلال يعني هذه الجولة التي نقوم بها في المناطق، أيضا التي شهدت طوفان وكذلك انجراف للتربة وكذلك أضرار كثيرة، هناك نشاط على مستوى فرق شركات شركة الكهرباء، المياه والصرف الصحي، وكذلك خدمات النظافة والخدمات العامة هي منتشرة بشكل كبير منذ يوم الأمس لإعادة فتح الطرق وكذلك للقيام بالعديد من المهام اللوجستية في هذه المناطق. وكذلك نتحدث عن فجر اليوم أمر آخر مستجد، وهو إعادة فتح الطريق التي تعرف بطريق المخيلي المؤدية لمدينة درنة لتختصر المسافة قرابة 100 كيلومتر، بعد أن كان الوصول إلى درنة مرهق بشكل كبير لكل العربات سواء كان العسكرية أو عربات الإغاثة كذلك.